لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أمام منتخب ملاوي وخسرت بهدف مقابل هدفين، إذن مباراة هامة، يصعد أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ 12 طبعا اللي تم سحب القرعة وتم تحديد الفرق المشاركة في هذه التصفيات، وإن كنا نستثني من ذلك طبعا مجموعة الثامنة اللي بتضم منتخب كوت ديفوار الدولة المنظمة للنسخة القادمة إن شاء الله لهذه البطولة. منتخب المصري مع إيهاب جلال في مباراة الثقة كانت أمام، كان لعب في ثلاث لقاءات أساسي ولقاء كبديل، على طول كرة إلى خارج الملعب، بداية قوية من المطول إلى أفشة، يعلق كرة عالية داخل منطقة الجزاء ولكن طويلة كرة، كان متقدم محمود علاء، كرة من أبو جبل لكن يا ولد يضغط أمامنا هو على أمامنا، خلي بالنا خلي بالنا إمام عاشور في نادي الجون أمامنا، أدي بيكني لكن إيه شال الكرة لعبها ببليس لكن راحت بعيدة على مرمى الحارس محمد أبو جبل. المباريات دي لازم تحسم مبكر الملعب أكثر، عدى من محمود علاء في الأول وعدى كرة وتغطية مش موجودة من عمر جابر ويسجل اللاعب هوتيسا هدف لهوتيسا أمامنا هنا للمنتخب الأثيوبي اللي يملك أفضلية في هذه المباراة. هوتيسا لكن في نوع من التراجع والهدف الثاني، نوع من التراجع والهدف الثاني في هذه المباراة، هدف ثاني في اللقاء ولكن راية وتسلل أخيرا يعني تنفسنا في المنتخب الأثيوبي، وادي انطلاقة وهدف ثاني في هذه اللحظات الصعبة، هدف ثاني في هذه اللحظات الصعبة، بيكلي أمامنا اللي سجل واختراق مع قراءة لثغرة موجودة ما بين أيمن أشرف ومحمود علاء ووسط الملعب النهاردة الغائب تماما في الأدوار الدفاعية، واختراق من بيكلي وهدف ثاني عمر كمال، محاولة مصرية لكن على طول الكرة تطلع لخارج الملعب، كرة تطلع لخارج الملعب، خطرة قد يكون الهدف الثالث لكن ينقذ الأمر محمد أبو جبل، لسه الهجمة قائمة ولسه الخطورة عن طريق اللاعب هوتيسا ولكن على طول عمر كمال مش ممكن العودة. بص أمامنا هنا الراجل عدى ويطلع المرة دي أبو جبل، مش ممكن المميزين لكن نتمنى إن شاء الله العودة، وادي أمامنا فرصة والكرة تقع وادي فرصة لكن حكم اللقاء في فاول أمامنا هنا، ادي تدخل محمود علاء وهدف لمصطفى محمد لكن في راية وفي تسلل، ادي محمود علاء متقدم في اللقطة اللي فاتت، محمود علاء في مباراة اليوم المركز الرابع، ادي أمامنا محاولة هنا التسديدة أمام ولكن إلى خارج الملعب، تسديدة من إمام لهذا الأمر، أدي الكرات العالية محمود علاء لكن سهلة يمسكها حارس المرمى الحارس جبر ميكال أمامنا هنا في هذه اللقطة، جبر ميكال 21 سنة، جبر ميكال تاسع لقاءاته الدولية، أبو بكر أدي أمامنا ضغط إمام عاشور مهند لاشين لكن في فاول على مهند، المشكلة الرئيسية كمان النهاردة استخلاص الكرة، إنذار لمهند لاشين بحاول المرور وادي امامنا هو بيعدي بسهوله جدا لكن يحط جسمه، برافو محمود علاء المره دي غطى ووصل للكوره وقطع على طول، محمد ابو جبل احمد سيد زيزو الانطلاقات امامنا واضح الجهد البدني في مباراه، ابراهيم عادل اللي صنع هدف لمصطفى وابراهيم عادل ولكن كره تطلع الى ركله ركنيه المؤشرات ان شاء الله تتحسن في الوقت المتوسط. قال مصطفى المنور وكيل أعمال المهاجم الكونغولي غيموبينزا لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم ضربة قوية للجماهير الودادية بشأن تمديد عقده مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، وقال مصطفى في تصريحه إن اللاعب يريد خوض مغامرة جديدة مقبلا وأن اللاعب مبينزا لن يستمر في صفوف الوداد الموسم المقبل فهو منتظر نهاية الموسم ومن ثم الانتقال إلى نادي جديد ونحن نقوم بدراسة العروض بشكل جيد في الوقت الحالي ومن ثم حسم مستقبله في نهاية الموسم. وكان مبينزا مهاجم نادي الوداد قد توج أخرا مع فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، علما أنه يحقق أرقاما رائعة خلال الموسم الحالي حيث سجل 12 هدفا.